احنا بعد داري نعيد العيد مولى لنا العيد مولى لي ولا لك والله هذا كرسي بنتي شهد كرسي المعاقة وهي بنتي شهد المعاقة وهي بنتي نيرمين الصغيرة أصغر شي عندي وهي هيك عايشين هي خيمتنا وهذا هيك هذا هيك مطبخنا مطبخنا وحمامنا هون بننام هون بنفرش أنا وبناتي وبننام وهي هون حاطين اغراض هاي بنتي قمر هاي قمر هاي عيشتنا الحمد لله نحن من حلب من كرم ميسر استشهد جوزي ميسر وما احسنت ابروك لحالي ميسر لاني ما ضل لي حدا هونيك بدي احسب الليل واحسب النهار واحسب تغير كثير شغلات كثير شغلات انا ما كنت شايلتهم هلا انا شلتهم مسؤوليه البنات مسؤوليه تربايهم معيشتهم اكثر هلا مثل وضع بنتي هيك معاغه الشوب قلت المي بكره بالشتاء البرد كثير في عنا صعوبات مو صعوبه وحده كثير عدد صعوبات قمر بتفيق بالليل بتقولي انا بتعرفيني انا ما بنام جوعان، شلون هلا انا جوعان شلون بدي انام؟ ايه يعني اكثر شيء بلاقي صعوبه شوفي كل شيء الواحد بيحسن بلا اغراض البيت بحسن بلا هون بحسن انا من جهتي بحسن بدون كل شيء بس بناتي ما بحسن من دون مصروفها لاني بناتي ما بيعرفوا في ما في بدهم ياكلوا مثل هي الصغيره بدها حليب بدها حليب ما بتعرف بتضل تبكي لبين بتعب القنينه يعني انا من جهتي ما بدي شيء بس بدي اربي بناتي هذا اللي بدي اياه بالنسبه للاكل بجزء طعميهم مو اكل عيد اكل عادي بس بالنسبه للفواكه ولا لبس العيد لا صعب ما خرج اخر نهار برمضان اكلنا هي اخر اكله لحمه يعني ما عندي المادة اللي بحسن بقوم فيها مثل ما كان أبوهم يجيب لهم ياخذهم يشتري لهم ما في يعني أنا عايشة أبيع السلة الغذائية اللي بتجيني من المخيم لا أصرفها لما تجيني السلة الثانية مش بحس حالي احنا ما عايشين